فقال النبي وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكف الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih.
تشريض الله.